البحرين اتفقت هذه القضية أنه أحد المؤمنين شاف رجل يتجه هو وعائلته إلى كربلاء. قال له الآن تروح إلى كربلاء، الآن نحن في موسم الشتاء على أبواب الشتاء، وبيتك بيت متداعي ويكاد أن يتهدم، شوية أمطار تجي تهدمه يمكن. أنت الأولى أن تصرف هذا المال لترميم بيتك وتشييد بيتك. فقال ذلك المؤمن في البحرين: الإمام الحسين صلوات الله عليه بذل دمه لأجلنا ونحن لا نبذل مالنا لأجله. الإمام الحسين صلوات الله عليه ظل في العراء لأجلنا. أنا لكي أصنع سقفا لبيتي لا أذهب إلى زيارته، أنا أروح. فقال ذلك المعترض: بأمثال هذا ثبتت شعائر أبي عبد الله الحسين. هالشكل روحيات الآن أمدأ تشوفون المؤمنين يتحملون المخاطر لزيارة أبي عبد الله. بعضهم قتلوا في هذا الطريق، بعضهم أوشكوا على الموت عطشا في هذا الطريق. إحنا كلما نعمل وكلما نبذل فهو قليل.